بدات الموضوع ده بالظبط اول ما اتجوزت. يعني انا الكومباوند اللي ساكنه فيه لقيت تحته كلبين دول طبعا دلوقتي اتسموا. كنت بدات اديهم بواقي الاكل بتاعي مثلا يصعبوا عليا. واول ما اتعرفت عليهم كان في الشتاء وكان فيهم كلب عنده ضرب قلت له قاعد سقعان ومتجمد. فبدات اديله اكل واشوف لو حد عنده بطانيه زياده وكده يلا بينا عشان لقوا فيه اكل. فبدات معايا من هنا. وبعدين لما ما يبقاش عندي مثلا بواقي بالصدفه اكل اليوم ده يصعبوا عليا اقول طب خلاص هجيب لهم اكل مخصوص. اياميها كانت الفرخه المجمده ب 36 جنيه انا فاكره. فكنت اجيب فرخه للكلبين وادي كل واحد نصها اسلقها وناكلهم هما الاثنين. اهو ريكس نزل ياكل. طبعا انا ببقى عارفه كل واحد برضو بيحب ايه. يعني عارفه ريكس بياكل رجول الباقيين ما يحبوهاش يحبوا الروس. ببقى عارفه كل واحد النوع اللي بيحبه ايه. فبدات اتعرف على ناس في الشارع بياكلوا كلاب. فبقت تقول لي ايه ده دي مثلا كلبه الفلانيه والده في الشارع الفلاني في نفس المنطقه. اقول لها ايه ده بجد هروح اشوفها. لحد ما الموضوع وسع لحوالي 60 كلب. ما اعرفش الموضوع وسع مني كده ازاي بس بدات بكلبين وانتهت ب 60 كلب. وطبعا الكلاب تخلف والكلاب اعدادها بتكتر وبضطر بقيت بقى اجيب اكل مخصوص ما بكتفيش ببواقي اكل. طبعا مش هينفع اجيب فراخ كامله فبقيت اجيب بقى رجول. وفي الاول كنت بطبخ الرجول دي بسلقها مع عيش واعمل حاجه اسمها فتت كلاب. وبعد كده لما لقيت الموضوع الكلاب كترت قوي وبقى الموضوع متعب عندي في البيت اني اقعد اطبخ كل ده كل يوم فبقيت اجيبها ني في ساعتها يعني ذبح اليوم. لان برضو الناس تقول لي ايه الني ممكن يجيب يسرعهم. اقول لهم لا دي معلومه غلط. الكلب بيتسعر لازم يتعض من حيوان مسعور لكن بالعكس الني اصلا مفيد ليهم خصوصا لو ذبح اليوم طازه مفيد لعظمهم ولشعرهم الكلام ده كله. وفي ناس زي ما قلت لك بتقل ادبها وفي وحسب بقى انا ساعتها يعني حسب اسلوبه معايا برد عليه. وفي ناس محترمه تدعي لي في ناس يقول لي عايزين نديكي فلوس تجيبي اقول لهم لا انا اسفه انتوا لو تقدروا انتوا بنفسكم حطوا لهم اكل لكن انا مش باخد فلوس من حد. بس فالموضوع بقى له تقريبا اهو 3 سنين ممكن داخل في رابع سنه. فطبعا كل دول زي ما انت عارف ما الثلاث سنين اغلبهم يعني ريكس يمكن الوحيد اللي انا ما شفتوش هو جرو لكن كل دول اتولدوا قدامي يعني برضه كلهم.